من ضمن الأحداث المهمة برضو اللي كانت اللي كنا مهتمين جدا بتغطيتها كقناة مرأة في مهرجان العالمين هي مسابقة ملكة جمال العرب 2025 اللي أول مرة يقام في مصر بتنظيم وشكل رائع كده. كان حدث أسطوري ترأسته الدكتورة حنان نصر رئيسة مؤسسة ملكات جمال العرب في العالم العربي وأوروبا، وفازت باللقب ريم الجنزوري. بنهنيها طبعا على اللقب، وبنهني كل البنات اللي كانت وصيفة أولى أو تانية أو تالتة، وبتمنى لهم كل التوفيق. في حاجة بس أنا كنت عايزة أقولها، يمكن أنتم ما تعرفوش، ناس كتير عارفة إن أنا كنت في المسابقة دي بس ما كانتش في العالمين. ساعتها كانت المسابقة في الأقصر وأسوان، وحقيقي من أمتع التجارب اللي أنا عشتها في حياتي، عشان كنا بنشوف جمال الحضارة المصرية وقد إيه إحنا عندنا حاجات في مصر ناس كتير ما كانتش واخدة بالها منها، عشان ما كانش فيه تغطية إعلامية زي ما إحنا بنحاول اليوم إن إحنا نعمل، وإن إحنا نغطي الأماكن الأثرية والحضارية الجميلة في مصر. ومن أهم الأماكن دي زي ما اتكلمنا عن العالمين. ودلوقتي معانا دكتور حنان، رئيسة مؤسسة ملكة جمال العرب في العالم العربي وأوروبا. ألو. الو، مساء الخير ومساء الفل. انا اتكلمت كتير قوي عن المسابقه، وبس في حاجه مهمه جدا كنت بقولها للناس، ان انا كنت ضمن المسابقه دي يوما ما، وحضرتك كنت القائد والملكه بتاعتنا، علشان كنت واخده بالك من تفاصيل كتير، ما كنتيش بتميزي بنت عن بنت، فانا لازم اشكرك قدام الناس كلها بعد تقريبا 8 سنين. منوراني ومشرفاني دكتوره حنان. ازاي حضرتك؟ حبيبتي اهلا بيكي، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عايزه تكلميني اكتر، ليه اخترنا العالمين من البدايه؟ العالمين على فكره انا يعني كنت من نفسي من السنه اللي فاتت، لكن السنه دي شفت الوجه المشرق للمدينه وقد ايه بقت جميله جدا، يعني لما اكتملت او ظهرت بقى بشكل السنه دي الحمد لله جميل جدا. حبيت ان انا اعرف كل ضيوفي في العالم العربي ويوروب وكده على العالمين، وعلى قد ايه احنا بلدنا بتتطور، ومن وقت للتاني يبقى فيه طفرات سياحيه زي مدينه العالمين. وكان اقل شكر نوجهه لفخامه الرئيس وجيشنا العظيم انه القرار الصائب بانشاء مدينه زي مدينه العالمين، ان احنا كلنا نحاول اننا نظهر ده من خلال اعمالنا، يعني من خلال شغلنا. صح. انا كنت بقول برضو قبل المداخلة، فاكرة ساعة المسابقة بتاعتنا كنا الأقصر وأسوان، فكان دايما حضرتك بتحاولي ان انت تفرجي الناس كلهم وتركزي على المعالم الأثرية. ايه اللي لفت نظر حضرتك برضو في العالمين دلوقتي بعد ما روحتي؟ احنا بقالنا من تقريبا 4 سنين كنا بنتكلم العالمين دي كانت عبارة عن صحراء، صح؟ ده حقيقي، ده حقيقي. وانت فكرتيني، انا الحمد لله فعلا احنا يعني ميس عرب وورد او ايفنتنا مهرجان السياحه العربيه عمل جوله كبيره، يعني هو بدايته او انطلاقه كان شرم الشيخ، وكان في وقت صعب جدا وقتها، كان في حاجات حصلت والحمد لله قدرنا، وعملناه في شرم الشيخ تاني ايام موضوع الطائره الروسيه، وبعد كده الاقصر واسوان. يعني احنا بنحاول دايما، علشان كان في مشكله في السياحه النيليه، فاحنا دايما لما بيكون في مشكله في حته او حاجه في السياحه احنا بنحاول ان احنا نروح نعمل ابجريد. لكن بالنسبه للعالمين احنا كنا عاوزين حقيقي نظهر التطور اللي حصل في العالمين زي ما بتقولي من 4 سنين لدلوقتي. لا، طفره طفره، مدينه جميله سياحيه جوها رائع، تنفع صيف شتاء، فيها فنادق فخمه. يعني الحقيقه يعني هي، انا طبعا سافرت في دول كتير جدا وزرت دول سياحيه كتيره، شايفه ان احنا يعني في حته بالعالمين، في حته مهمه جدا في خريطه السياحه العالميه.